أبطال الثانوية حبايب قلب في كل مكان، أهلا وسهلا بيكم. معاكم يحيى داود، والقناة دي بنجاوب على أسئلة كتير جدا. أنا خدتها في النوت بوك عندي وجاوبت على أسئلة منها. أذاكر كام مادة، هتلاقي برضو الفيديو. أحل كام كتاب في المادة، وهتلاقي الفيديو برضو في القناة. ينفع أغير المدرس والمراجعة ولا لأ، هتلاقيه برضو في القناة. أبدأ أحل امتحانات إمتى، كل الإجابة بتاعت الأسئلة دي هتلاقيها إن شاء الله في وصف الفيديو تحت بعد ما تسمع الفيديو ده. وإجابة السؤال بتاع النهاردة، وهو أشيل الموبايل ولا لأ في المذاكرة؟ الموبايل اللي احنا ماسكينه ده على طول، هل هو مناسب لينا كثانوية عامة ولا لأ؟ بص، ببساطة الموبايل لو هيمنعك إن أنت تذاكر شيله أحسن بصراحة بجد يعني. لكن لو يعني بتستعمله مثلا ساعة في اليوم إن أنت تشوف آخر الأخبار اللي موجودة في البلد، تشوف الترندات، الدنيا بتتكلم عن إيه، ومش هيعطلك عن مذاكرتك، فسيبه. طيب أنا هقول لك على تركية حلوة كده عن إن أنت تستخدم إزاي الموبايل في المذاكرة. هقول لك على حاجة أنا برضو قلتها في نصايح للمذاكرة، برضو هتلاقي الفيديو في قائمة اسمها قائمة المذاكرة الصحيحة، تدخل عليها هتلاقي فيها أسئلة كتير. إيه يا عم الفكرة دي؟ بص، لو انت عندك معلومة غلط، معلومة انت مش عارف تحفظها، سواء كنت ادبي او علمي، درس فيه شرح كتير وعاوز ان انت تحفظه، سجله بريكورد الموبايل. يعني انا دلوقتي انا بسجل فيديو بالموبايل، لا انا عايزك تسجل ريكورد عادي اللي هو ريكورد الصوت. هتقول السؤال وهتقول اجابته وهتسمعه بقى بصوتك بعد ما سجلته. وانت برضه في المواصلات بدل ما تسمع اغاني على الساوند كلاود، لا اسمع، حط الهاند فري كده واسمع الاسئله واجابتها اللي انت سجلتها. هتبدا تخش في دماغك، وهيبدا ان هم يعملوا زي خريطه كده وترابط ذهني في دماغك، لان انت بتسجل بصوتك، فبالتالي صوتك هيثبت اكتر في دماغك، فتكون كده انت استفدت وال10% مثلا من الموبايل، وما يكونش استهلاكك على الفاضي. دي كانت اجابه سؤال اشيل الموبايل ولا اسيبه في الثانويه العامه. لو لسه ما اشتركتش في القناه، اشترك بقى دلوقتي وفعل الجرس واضغط لايك للفيديو، وانزل اكتب السؤال اللي انت حابب اننا نجاوب عليه الحلقه الجايه. اشوفك على خير ان شاء الله يا بطل. سلام عليكم.